تحدي الإطار للتيار الصدري أو الشارع التشريني. الإطار التنسيقي لم يتحدى فقط التيار الصدري والشارع التشريني، بل إنه قد تحدى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، عندما ذكرت المرجعية في الخطبة اللي نشرها السيد أعتقد حاكم الزاملي على صفحته، وهذه في رسالة إذا تسمح لي أعرج عليها ورا ما أكمل كلامي. نعم. هنا تحدي للمرجعية في النجف، ودائما الإطار التنسيقي يظهر بالإعلام بأنه يحترم ويقدر ويقدس رأي المرجعية، وهذا يخلينا حقيقة أمام سؤال: هل الإطار التنسيقي يتبع مرجعية النجف الأشرف أم مرجعية أخرى؟ نقطة، نهاية السطر، ما نقول رأس سطر. هذا من جانب. من جانب آخر، التحدي هو التحدي للشعب. لذلك سيدي العزيز، أعتقد أن الإطار التنسيقي ما قاعد يستوعب خطورة قانون سانت ليغو، خصوصا ومن وجهة نظري اليوم الإطار التنسيقي المنافس إلى مو المكون السني ولا الكردي، المنافسة ضد النوعي هو التيار الصدري، فما أعتقد التيار الصدري سوف يبقى ساكتا في حال تم إقرار قانون سانت ليغو، لأنه هو ضد النوعي.